كامل يعني رافض ان يكون في اي احاديث مع اي حد من اعضاء الجهاز الفني او من لاعبي الفريق. ده لمزيد من السريه ومزيد من التركيز قبل مباراه القمه. اكيد ده مباراه هامه، كل جمهور الكره المصريه بشكل عام بينتظرها وجمهور النادي الاهلي بشكل طب خاص امير، والجهاز عايز الفني اسالك على واللاعبين بشكل حاله خاص. اتفضل يا محمد. اللعيبه الشباب، كانوا مبسوطين النهارده الناس كلها، جمهور النادي الاهلي الملايين شافوهم النهارده في لقاء اليوم، عايز اعرف احساسهم كان ايه بعد اللقاء؟ مش سامعك يا محمد، اتفضل عيد السؤال تاني. اللعيبه الشباب، اللعيبه الناشئين النادي الاهلي اللي شاركوا النهارده، بالتاكيد كانوا مبسوطين وفرحتهم كبيره ان كل جمهور النادي الاهلي يعني شافهم وهم قدموا اوراق اعتمادهم في لقاء اليوم. اكيد طبعا اي لاعب من ناشئي النادي الاهلي بيتمنى اي فرصه مع الفريق الاول في النادي الاهلي، خصوصا مباراه زي دي في وقت زي ده بيحاول يثبت وجوده من خلال المباراه، يحاول يلفت نظر كابتن حسام البدري وجهازه المعاون، يمكن يحتاجه كابتن حسام البدري خلال الفترات المقبله، فبالتالي بيبقى اكيد شيء مهم جدا بالنسبه للاعبين الشباب، واكيد شعور مختلف بالنسبه لهم، بيستنوا اي فرصه زي دي طبعا عشان يحاولوا يثبتوا وجودهم للتواجد مع الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، خصوصا ان خلال الفتره السابقه يا محمد واكيد انت تتفق معايا كابتن ماهر همام، في العديد من اللاعبين في الفيرست تيم موجودين في النادي الاهلي كانوا اصلا من ناشئين النادي الاهلي، ودي يمكن ظاهره يمكن كان بقالها من فترات كبيره ما كانتش متواجده. النهارده في اكتر من 19 لاعبين وبيشاركوا دايما بصفه اساسيه مع النادي الاهلي هم اصلا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فبالتالي دايما قطاع الناشئين في النادي الاهلي عنده مواهب كتير جدا، دايما النادي الاهلي هيحتاج ليهم خلال الفترات المقبله، فبالتالي مباريات زي دي بتبقى شيء مهم جدا بالنسبه لهم، بيكتسبوا من خلالها احتكاك جيد وخبرات جيده ممكن تفيدهم خلال المراحل المقبله في حاجه الجهاز الفني ليهم خلال الفترات المقبله، وده اكيد ده شيء مهم جدا بالنسبه للاعبي الناشئين بالنادي الاهلي. واكيد طيب امير، عايز اسالك في بعض اللعيبه نزلت الشوط الثاني، ابتدى الشوط الثاني منهم اسلام محارب وتم تغييره، هل في اي اصابه ولا ده كان وجهه نظر فنيه؟ لا ما فيش اي اصابه ولا حاجه، كل اللاعبين اللي شاركوا النهارده ما فيش اي اصابه بيعانوا منها خالص خلال المباراه، لكن هي وجهه نظر فنيه، كابتن حسام بدري ممكن يكون خايف ان هو يشرك اكتر من لعيب او ياخد عدد دقائق اكتر من كده تحسبا لعدم تعرضهم لاي اصابه، خصوصا ان احنا مقبلين على ماتشين مهمين جدا سواء الزمالك او المصري، فاكيد كانت حسابات من قبل كابتن حسام البدري ليس الا، لكن جميع اللاعبين اللي شاركوا خلال المباراه النهارده ما عندهمش اصابات خالص. لكن خليني اقول لك يا محمد ان مثلا النهارده بعد المباراه مباشره في بعض التدريبات الاضافيه بالتحديد لصالح جمعه، صالح جمعه ليه تدريبات اضافيه النهارده مع كابتن انيس شعلالي اخصائي الاحمال والتاهيل في النادي الاهلي، تدريبات يمكن مهمه جدا بالنسبه لصالح جمعه، وزي ما الكاميرا ممكن لو قدرت ان هي تجيب صالح بيعمل بعض التدريبات، ايضا كان في بعض التدريبات بالنسبه لباكاماني مالامبي وايضا لاحمد ياسر ريان اللي احرز هدفين النهارده واللي هو اكيد لاعب مبشر جدا خلال الفترات المقبله بالنسبه للنادي الاهلي. الامور بشكل عام يا محمد خلينا نطمن جمهور النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك، الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للاعبين حاله معنويه مرتفعه خصوصا بعد الفوز الاخير على فريق النصر بنتيجه 4-0، الجاهزيه تامه من الناحيه الفنيه من الناحيه البدنيه من الناحيه الذهنيه، وده شيء اهم واكيد جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله التوفيق يكون محالف الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله خلال مباراه الزمالك، ويكون فوز مهم 3 نقاط مهمه للفريق عقب مباراه الزمالك وقبل مباراه اكثر اهميه. طيب أمير، عايز أسألك هل كان في حوار ما بينك وما بين الجهاز الفني عن استعداداتهم لماتش الزمالك؟ اتفضل يا محمد اسألني تاني معلش مش سامعك. طيب عشان الأذان الله أكبر دلوقتي، هل كان في حوار ما بينك وما بين أي أفراد من الجهاز الفني حول استعداداتهم للقاء الزمالك؟ لا، حوارات عاديه جدا يعني كابتن احمد ايوب، سواء كابتن احمد ايوب كابتن سعيد عبد الحفيظ اكيد التركيز بالنسبه لهم عالي جدا قبل هذه المباراه. خليني اقول لك يا محمد ان دايما الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي او اللاعبين قبل المباريات المصيريه زي دي او المباريات الكبيره زي دي بيبقى كلامهم قليل شويه، ما بيبقاش فيه كلام كتير عن المباراه، بيبقى التركيز هو الاهم وهو الاكبر بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين بشكل عام. يعني ان شاء الله الامور تبقى ماشيه جيد، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز في هذه المباراه، خطوه مهمه جدا نحو الحفاظ على بطولة الدوري الممتاز، وخطوة مهمة جدا معنوية بالتحديد قبل مباراة المصري إن شاء الله في مباراة بطولة السوبر، والأكيد بنتمنى فيها طبعا كل التوفيق بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة. زي ما أنت شايف في هذه اللحظات يمكن صالح جمعة خلاص هو أنهى بعض التدريبات الإضافية بالنسبة له، ويمكن خلاص بيترك الملعب وهيخلص أكيد تدريبات،
بتاعته عشان ان شاء الله صالح جمعه احد اللاعبين المهمين جدا، وان شاء الله يكون لائق بشكل بدني مهم جدا بالنسبه للكابتن حسام بدري ان هو يشارك في المباريات المقبله مع النادي الاهلي. يا محمد زميلنا امير هشام من ارض ملعب النادي الاهلي استاد تتش بي الجزيره، بشكرك شكرا جزيلا. بالتاكيد كابتن ابو الدهب، احنا كنا بنتكلم عن احمد ياسر ريان وهو واسلام محارب وصالح بعد